عليكم يا حلوين. النهارده معانا حلقه من حلقات الشتاء المميزه، هنعمل اكلات كلها شتويه زي ما بندعوا كده في السوق ويقولوا كلي بطاطا خستي خالص. فهعمل لكم النهارده بطاطا بطريقه مختلفه، طواجن كده في الفرن، يعني هتاكلوا صوابعكم وراها ان شاء الله. تعالوا كده اقول لكم على الطريقه بتاعتها والطريقه بتاعت البطاطا معانا. استنى هجيبها لكم اهي. كيلو بطاطا مسلوق ومهروس، يعني الاول سلقناه او عايزه تشويه في الفرن براحتك، وقشرناه وهرسناه بالشكل ده كده تمام. ومعايا كوبايه لبن ونص كوبايه سكر وكيس كريم كراميل اللي هو البودره بتاعته من غير العسل، ومعلقتين كبار سمنه. ولو انت بقى حابه تتخني اكتر وتضعف المقادير ربنا معاكي، والله يا اختي انا مش هقول لك لا ومش همنعك تمام. هناخد بقى كل المقادير بتاعتنا دي على خلاطنا الجميل، هي سهلة جدا مفيش أسهل من كده. ونتأكد إن فرننا شغال. شغال حلو. هننزل كده الأول باللبن. الرز ده ماشي، اللبن والكريم كراميل والسكر والسمنة، في أسهل من كده؟ ها مفيش، بس هو ترتش على ترتش على الرخام. وطبعا زي ما انتم متعودين ايه تقولوا لي ايه شطوره يا ايمان، عشان انتوا عارفين ايمان ايه يا اولاد، برافو عليكم، متواضعه ما تحبش تشكر في نفسها كده. ونروح بقى ايه على خلاطنا الجميل ونضرب. بسم الله. كده احنا ضربناه لحد ما السكر اللي جوه داب معانا. لا ما تهزرش، السكر داب معانا بالمنظر ده كده. وننزل بيه على البطاطا المهروسه ونجيب كده معانا ويسك نقلب بيه والطواجن بتاعتنا اللي هتدخل الفرن بالمنظر ده كده اهو. انتوا شايفين السهوله يا جماعه. وطبعا البطاطا دلوقتي في الاسواق رخيصه جدا جدا، مفيش اسهل من كده، ومغذيه ولذيذه وكل حاجه اهي. ونبتدي بقى ايه نقلب ونقلب ونقلب كده اهو. بسم الله. وكلي بطاطا خستي خالص. طبعا دي للعيال الصغيره، الاطفال بتكون حلوه بتديهم طاقه ومغذيه جدا. بالنسبه لنا احنا بقى ككبار ما تزوديش، يعني انت كلي من نفسك ودوقيها بس ما تزوديش، وكليها بالنهار عشان ايه؟ عشان يا اختي احنا بنقول نخس بقى كده اهو ونبقى حلوين كده اهو. كده اهو ماشي، اتقلبت اهي. وبعدين هبتدي كده ايه في الطواجن. بسم الله. ننزل بيها كده اهو ماشي، نزوقها شويه، نخلي التزويق في الاخر. يعني كل واحد ايه معلقتين كبار، وبعدين هنرجع كده اهو. كده اهو ماشي. ده احنا هيفيد معانا كمان ايه واحد كبير حلو كده اهو ابن حليل. طبعا هي بتدخل الفرن بتاخد بس لون، يعني هي الحاجات اللي جوه كلها مش محتاجه تمام كده اهو. نوزع على الطواجن كده. يا جمالو يا جمالو كده ماشي. وبعدين بقى نكون ايه فاتحين الفرن كده وندخلها تاخد وش، والحاجات يعني تاخد مع بعضها كده ايه لون شويه. بصوا احنا لسه معانا اصلا، يعني احنا انت ممكن تعملي اكتر من كده. هنشيل بس الحاجات اللي وقعت دي نظبط دنيتنا. بصوا سهله جدا جدا جدا. وندخلها الفرن تاخد لون. بسم الله. ونرصها كده اهو عشان الصاج ده ما بيدخلش الفرن، كبير على الفرن ولا انت قده؟ ده قده حلو. ماشي.
وهنسيبها بقى كده على الفرن. تمام. وتعالوا كده يا شهد. يا شهد. ايوه معاكي. ازيك يا شهد؟ ازيك يا شهد، عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله. والله انت اللي عامله ايه؟ كله تمام، كله زي الفل. انت ايه اخبارك؟ انا جاي اكل معاكي بقى من البطاطا دي. ده انت تنورينا. خلنتي منك حلقه المحشي بتاعت الخس. الخس جميله جدا. ده المحشي الخس بيبقى لذيذ اصلا وحلو. بيبقى جميل. بتعرفي تحشيه ولا صعب عليكي؟ لا انا بعرف احشيه، وبعرف احشيه اللي هو اللفت. اللفت. بيبقى جميل. إيه عايزين نجرب اللفت لان ناس كتير قالت لي عليه، عايزه اجربه. بتجيبي ورق اللفت منين بقى؟ اللفت احنا عندنا في الارض، احنا من البحيره. طب انت ما شاء الله عندك ارض وعندي وزرعه فيها لفت. انا ما عنديش ارض ولا زرعه لفت وعايزه ادوقه، اعمل ايه؟ اجيبه منين؟ اعمله لك واجيبه لك من عينيا. يا قلبي تسلمي لي، بس الناس العاديه بقى اللي بتتفرج علينا وعايزه تطبق. لا هما اللفت اصلا بيتباع في الاسواق اليومين دول ياما يعني. والله يعني اروح لبتاع اللفت مثلا اقول له عايزه ورق لفت؟ لا مش ورق لفت. انت بتجيبي اللفت وبتقطعي اللفت من فوق وبتعمليه. يعني انا بشتري اللفت بورقه. نخلي اللفت وناخد الورق نعمله محشي. احنا بنعمل كده عامه. والعنق بتاعته دي بقى نحطها في ارضيه الحله. الله، اعتبر الفكره اتسرقت قبل ما نعملها. شكرا ليك يا حبيبه قلبي، والله العظيم نورتيني، وان شاء الله نجرب ورق اللفت. تعالوا بقى كده نعمل مع بعض تاني حاجه على ما البطاطا تطلع، وهي الحمص التسالي بتاع الشتاء. مش اللي بتشرب، ومش حمص الشام، حمص تسالي كده بيقرقش. طبعا بيبقى مغذي وجميل جدا. الحمص بتاعنا جبناه نقعناه وبعدين سلقناه سلقه كامله، وهنحط له شويه توابل وندخله الفرن يتحمص. زي عارفين زي الذره اللي بيكون في المحامص كده، اللي هو ذره اصفر وبيقرقش، هيبقى زيه كده بالظبط، هيبقى طعمه لذيذ جدا. تمام. تعالوا كده نجيب حاجه نقلب بيها، وهقول لكم الاضافات اللي هنضيفها عليه. انا عايزاكم تجربوا الحاجات بتاعه النهارده، كلها سهله سهله وخفيفه، وفي نفس الوقت بتدينا طعم حلو وقيمه غذائيه عاليه جدا. تمام. تعالوا اقول لكم مقاديره كده. الاول معايا نص كيلو حمص مسلوق، واتنقع نص 12 ساعه. استاذنكم الاربيس عشان اعرف اتكلم. استاذنكم. معايا نص كيلو حمص مسلوق واتنقع 12 ساعه قبل ما نسلقه، عشان لازم الحاجات دي تتنقع كويس الاول. ومعايا نص معلقه صغيره ملح، ومعايا نص معلقه صغيره كمون وفلفل اسود وبابريكا وكاري، كلهم نص معلقه، ومعلقتين كبار زيت زيتون. حلو؟ اكيد حلو. طبعا احنا عرفنا ان انا ايه متواضعه، ولازم اقول على كل حاجه حلو. ولو ما حدش بيشجعك ويقول لك تسلم ايديكي كده، شجعي نفسك، قولي لنفسك كل الكلام الجميل، هتتبسطي برضو والله. هننزل كده بقى بالمكونات اللي معانا. بسم الله. ننزل الاول بالزيت. بسم الله. وسمي كده اللي طول ما انت شغاله قبل اي حاجه، تحسي كده ان الاكل ايه بيستبارك. وشويه الملح بقى حسب رغبتك، انت بتحبي الحاجه مالحه، بتحبيها دلع، يعني حطي ودوقي الاول. ماشي. وبنزل كده ايه بيهم، انا معايراهم طبعا، انتي ظبطي بمعلقتك بالمنظر ده كده. وبعدين نقلب ونقلب ونقلب ونقلب. بصوا اهو. تمام تمام. كانوا زمان بقى يا ولاد يحطوه في الفرن كده اهو في صاج بعد الخبيث، ويسيبوه ياخد ويدي مع نفسه يتحمص. هتدخليه بقى طبعا، ما عندكيش خبيث يعني بقى ولا حاجه ولا الكلام ده، هو زي حالاتي. هتروحي حاطاه في صاج على درجه حراره 180 وتدخليه. ويا سلام بقى لو انت بنت غنيه كده اهو وعندك ورقه زبده تحطيه على الصاج الاول. طيب سجنة 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 اهو. كانوا زمان يا ولاد يعني بصوا، اليوم الخبيث ده ما يعديش كده على الفرن من غير ما يتحط فيه حاجة، لازم يدخل الفرن حاجة، يشوي بطاطا،
يعملوا صينيه بطاطس بفراخ، يعملوا رز معمر، يشوا بتنجان وبطاطس في الفرن، يعملوا ده، يشوا بصل، يشوا توم، المهم حاجه اسمها الفرن داير استغليه. وكان في دماسه كده للفول مخصوص، شايفين الصودا اللي هناك دي؟ الصودا اللي هناك دي كانوا بيحطوا فيها الفول ويحطوه في المكان اللي بيحطوا فيه النار، ويسيبوا بقى طول ما هم بيخبزوا الفول يستوي، يخلصوا خبيز يكون الفول استوى. في ورقه زبده ولا مفيش؟ مفيش، عادي مش هيقول لك لا. بس ايه، ننزل بقى كده اهو بالحمص في الصاج وندخله فرن على درجه حراره 180 ونسيبه تلت ساعه 45 دقيقه حسب الحمصيه اللي انت جايباها، لان نوع الحمص بيفرق. تمام كده، هدخله بقى الفرن ونطلع فاصل، وتعالوا لي بعد الفاصل اوريكم شكله. اغرفي يا اختي بس ايه، ما تطمعيش. اوه بجد؟ يلا. طب حلو، هنغرف وناكل طيب ولا ايه؟ والله حسب بقى ظروفك، ممكن اكلك ممكن لا. حلو كده ولا نزود؟ اتوصي بقى يا جماعه، ما تبقيش بخيله. وانا ست بيت هايله والله، شفتوا الكاس اتملى ما فيش عليه نقطه من بره. بطلي رغي، اغرفي كده اهو. شفتي شفتي شديد انا مع موظفيني قوي اهو، شايفه الجمال. انت عايزه تزودي بقى. انت غرفتي كام واحد وانا غرفتي كام واحد؟ ما معلش بقى يعني، اهل الخبره موجودين جنبنا، ما نقدر طبعا ما نجيش جنبهم حاجه يا جماعه، يعني ما نجيش حاجه جنب الشيف. ثبتيني ثبتيني، مش عارفه اقول لك حاجه بعد الكلام ده. اهل الخبره ما ينفعش. بصوا احنا غرفنا بقى البليله، ولو هنبيع الطبق بكام؟ ايه؟ هنبيع الكاسه بكام؟ قرب 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 قرب، باتنين ونص الطبق، باتنين ونص. 10 جنيه؟ بيقولوا خلي الغلابه تقفل. بيقولوا ب 10 جنيه. بصوا بقى، 10 جنيه اهو، شويه مكسرات احنا هنرحب بيها بعد ما غرفت في مطبخنا، مش مشكله. خلاص بقى انا بقيت صاحبه بيت. نسيت اقول لكم يا جماعه ان انا معايا الدكتوره شذا الخولي، وطبعا كالعاده انا بشغل ضيوفي عادي جدا، فانا شغلتها تغرف معايا البليله من قبل ما اقدمها. بس احنا فيها، يا اهلا بيكي في بيتنا يا دكتوره شذا. حبيبتي يا شيف، تعالي كملي غرفي بقى. والله بجد ما خلاص غرفتيهم كلهم، حطي مكسرات بقى، ربنا معاكي ان شاء الله ويعينك. عجبكم كده؟ او بعد ما قدمتها سابتني ومشت. طبعا يا جماعه يعني الحاجات اللي شيف ايمان عاملاها دي حلوه قوي 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 وجميله جدا، والبليله كمان من الحاجات الحلوه جدا اللي فيها فيتامينات وفيها الياف وفيها معادن وفيها حاجات بجد مفيده قوي قوي قوي. طبعا كلنا في الشتاء طول الوقت جعانين، دي حاجه يعني اكتر شكوى بتجيلي دلوقتي، ان احنا حاسين ان احنا جعانين طول اليوم مش قادرين نوقف اكل. طيب هنعمل ايه بقى؟ عايزه اقول لكم انه اصلا فصل الشتاء ده من اكتر فصول السنه اللي انا بحبها، لان هو من اكتر الفصول اللي بتساعدني ان انا احرق دهون اكتر وان انا اخس واوصل لوزن حلو انا عايزاه. طب ازاي هعمل كده وانا يعني ممكن احس ان انا بردان او مش قادر وعايز حاجه تدفيني وانت بتتكلمي كلام غريب قوي؟ انا هقول لكم بقى على حاجه حلوه قوي قوي هنعملها مع بعض، من غير دايت ولا ورقه دايت ولا تاكلي خضار مسلوق ولا تاكلي حاجات بقى من اللي احنا ما بنحبهاش كلنا دي. حلو، وناكل كل حاجه احنا عايزينها. انا مدرستي ان انا اشتغل على تقنين الكميات، نقلل الكميه بس ما احرمكيش. بس خلي بالك احنا حاطين كميه سكر كبيره في اسمها ايه دي، في البليله. ما احنا بقى، ما انا هقول لك بقى، المواد الفعاله اللي معايا النهارده في الكورس هتشتغل على كل حاجه، هتشتغل على السكر في الدم، وهتشتغل على ان هي تقلل الكوليسترول والدهون الثلاثيه في الدم. وزي ما قلت لكم بدات كلامي ان انا المدرسه بتاعتي ان انا بحب الناس كلها تنزل في الوزن وتخس بشكل طبيعي وصحي وامن وتدريجي، وفي نفس الوقت ما احرمش اي حد من اي حاجه، وناكل من نفس الاكل اللي موجود طول اليوم قدامنا في البيت، بس اقنن الكميات، اقلل الكميات. حلو. وكمان اعمل ايه؟ اعلي لك معدل الحرق، او اعلي للشخص معدل الحرق بتاعه. لان في ثلاث محاور اساسيين احنا لازم نشتغل عليهم. اول حاجه، في ناس بتكون عندها شهيه مفتوحه جدا جدا، دي بنشتغل عليها ان احنا بنقلل الشهيه. تاني حاجه، في انواع من الناس بيكون معدل حرقها قليل جدا جدا بسبب مثلا امراض صحيه زي نقص فيتامين د او خمول في الغده الدرقيه، او ناس شايله الغده الدرقيه. وكمان في ناس نوع ثالث بيكون بقى ده اصعب نوع، بيكون عندهم ميكس ما بين النوعين، ما بين ان انا معدل حرقي قليل قوي
قوي قوي قوي، والشهية بتاعتي بتكون زيادة قوي قوي قوي. طيب هقدر اعمل كل ده بقى مع الكورس بتاعي النهاردة. الكورس بتاعي مكون من 11 منتج تفصيليا هنتكلم عليهم. اولا عرض النهاردة هناخد 11 منتج. طب هناخد 11 منتج ازاي؟ هندفع تمن قد ايه؟ هنعمل ايه؟ احنا هندفع تمن 3 منتجات بس، وهناخد 8 هدية. بتعيدوا يعني علينا يا دكتورة شوقي؟ طبعا بدأين سنة جديدة. بتعيد علينا يا جماعة. ايوه بدألكم سنة جديدة يا بقى شايفة. عايزين بقى نعمل فورمة بالظبط ستايل حتى لو احنا ستات. لا انا اتفقت امبارح مع الاستاذة شهيرة ان احنا كستات بنقف عند ال 30 ما بنعديهاش. صح احنا كلنا فعلا يا جماعة بنقف عند ال 30 والزمن بيقطع بينا عند سن ال 30 ودي معلومة حلوة قوي ناخدها كلنا في اعتبارنا. اما هنكلم الفريق الطبي عندي كام سنة؟ إيمان قالت أقول 30. بس لازم تحطي قبل ال 30 إيمان قالت عشان يفهموك. إيمان قالت 30 عشان يصرفوا لك الكورس المناسب لحضرتك. اتفضلي يا دكتورة شهبة. فاحنا كنا بنتكلم انه العرض بتاع النهاردة هيوصلنا 11 منتج، هندفع تمن 3 منتجات بس وهناخد 8 هدية. يعني انتوا متخيلين ان انتوا هتاخدوا هدية قيمتها اصلا اكبر من قيمة الكورس الاساسي اللي انتوا هتدفعوا تمنه، طبعا بسعر اقتصادي جدا. ليه انا عملت كده النهاردة؟ علشان في ناس كتيرة جدا من اخر السنة اللي فاتت لحد الكام يوم لحد ما جينا مع الشيف ايمان النهاردة، قالوا احنا عايزين نبدأ بداية جديدة جميلة حلوة وكلها كده نشاط، وعايزين نخس وننزل في الوزن عشان نبقى خفاف، وفي ناس كمان عايزة تلحق تخس لانه ان شاء الله رمضان كمان على الابواب. فدي حاجة لازم نحطها في اعتبارنا يا جماعة. عشان كده بقول لكم استغلوا العرض النهاردة، استغلوا الشتاء ان انتوا تقدروا تحرقوا أكتر. الدهون اكتر. واستغلوا بقى ان احنا هنتكلم النهاردة على كورس جبار معايا كبسولات ونقط واعشاب هيكفوني لمدة شهر. حلو. وكبسولات ونقط واعشاب لمدة شهر تاني. مفاجأة بقى ان انا جايبة النهاردة في الكورس 4 امبولات حرق. الله. ايه رأيك؟ الله. بحب امبولات الحرق دي قوي. بتمزج كده. بتمزج كده وانا بشتغل بيها مع الناس. اول ما تقول لي امبولات حرق الله عليك. تعرفي ان انا جاية بتقلي. اول ما اقول للشيف ايمان كلمة السر امبولات حرق تعرف ان انا جاية دي اصلا يا جماعة اول ما الناس بتاخد الحلة، الناس اللي خدتها انا لسه ان شاء الله يعني، الناس اللي بتاخدها اول ما بتاخدها بتقول بعدها بكام يوم 3 ايام بوزن، بلاقي نفسي خسالة بال 3 4 كيلو. ده حقيقي والله. وبيلاقوا نفسهم في ناس كمان بالمقاسات، بتلاقي نفسها المقاسات قلت. بلاش انت مش عارفه تقيسي مقاساتك، اي بنطلون عندك او اي حاجه كانت او بلوزه او اي حاجه كانت ضيقه عليكي قيسيها لو مش عندك. انا قصدي ان احنا نسهل على، عارفه قصه البنطلون او الجيبه او الحاجه دي بتبسط اكتر لما البس كده بنطلون احس انه في بقى في واسع كده، في سن التهويه كده ما بيني وما بين البطن. ايه الفستان مش الميزان. صح. اهم حاجه شكل الفستان يظبط عليا مش انا على الميزان قد ايه. دي حقيقه معانا فعلا. معانا منى. صح كده معانا منى يا جماعه. الو يا منى. الو. ازيك يا منى؟ ازيك يا شيخ عامله ايه؟ الحمد لله. اخبارك ايه يا منى؟ الحمد لله يا حبيبتي منوره الشاشه. حبيبتي تسلمي لي كل ذوق يا منى. تسلم ايدك على حاجات القمر دي يا شيخ. تسلمي لي يا قلبي. عايزينك تاكلي منها وما تكتريش. ما انا خايفه بقى اكل واتخن تاني. لا تتخني تاني مين؟ معانا الدكتوره شذا وتتخني تاني عيب في حقنا والله. لا يا منى ما ينفعش كده. دكتور. ازيك يا منى يا حبيبتي؟ قولي لي ايه مشكلتك، ولا جربتي الكورس، ولا عايزه تجربيه، ولا لسه ايه؟ قولي لي احكي لي. بصي هو بصراحه انا جربته وهو عمل معايا نتيجه انا مش مصدقه لحد دلوقتي، ولا صحابي ولا اي حد من اهلي. حلو حلو قوي. احكي لنا. طب احكي لي كده تجربتك، قولي لي كنت كام كيلو، نزلتي كام كيلو، بداتي امتى، لسه هتكملي كده يعني. بصي وانا بدات من شهرين تقريبا، شهرين الا كام يوم. حلو. وخدت الكورس اللي هو الشهرين دوت. حلو قوي. وبصراحة انا كنت 85 كيلو، كانت المشكلة كلها عندي ان انا جيت من فوق فاضي. نزلتي كام كيلو معلش يا منى انا مش سامعاكي؟ 85. كنتي 85؟ اه. بس هي من فوق فاضي والدهون كلها متركزة تحت. تمام. صح كده يا منى؟ بالظبط كده. انا سامعاها كويس. دلوقتي ما كنتش بعرف طبعا البس ولا بناطيل ولا اي حاجة، يعني الموضوع كان معايا صعب جدا. حلو قوي. دلوقتي بقيت بلبس وخسيت لحد ال 60. حلو قوي. دلوقتي 60 كيلو. ايوه حلو قوي طبعا. انت دلوقتي حاسه ان انت طبعا مبسوطه وجسمك مظبوط، وحاسه ان انت اخف، وحاسه ان انت في الحركه احسن. صح. انا مبسوطه جدا 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 بجد، بشكرك قوي انت والدكتور اللي كانت متابعه معايا، الفريق الطبي حلو جدا جدا بجد،
اللهم بارك عليكم. يعني حبيبتي يعني عايزه اقول لك يعني دي اهم حاجه، انه كل الناس تكون مبسوطه بالوزن اللي هي وصلت له، ومبروك عليكي الوزن اللي انت خسيتيه، ودي طبعا حاجه حلوه جدا. وعايزاكي بقى تشجعي الناس وتقولي لهم ان هي كانت رحله ممتعه، وان انت ما اتحرمتيش من حاجه اكيد، لان انا عارفه ومتاكده كويس قوي واثقه ان الفريق الطبي اللي واقف في ظهري كلهم ناس شاطره جدا جدا جدا، وما بتحرمش حد من اي حاجه، وبيدعموا دايما الناس نفسيا كمان في كل حاجه في كل الحالات. شكرا ليكي يا منى، شكرا ليكي نورتينا. دي حاجه طبعا حلوه قوي زي ما احنا سامعين، بيفرق جدا معانا زي ما بقول انه نفسيتنا تبقى كويسه، بيتحسن. ان شكلي يبقى حلو سواء راجل او ست بنت او ولد، دي حاجه مهمه جدا يا جماعه، ودي الحاجه اللي احنا دايما بنشتغل عليها، انه الفريق الطبي بيتابع اسبوع باسبوع بصفه مجانيه. يعني دي لما حد بيسمعها دايما، ان انا دايما بكررها بصفه مجانيه، دي فعلا يا جماعه حاجه يعني لو جيتوا تفكروا فيها ذات قيمه، انه انا بوفر عليك ان انت تنزل تروح تقعد في عياده، تستنى تاخد ورقه دايت، تنزل مشاوير كتير، وساعات كتير قوي بتفشل. لا انت قاعد في البيت، الفريق الطبي بيتابع معاك وبيتصل بيك وبيسالك على كل التفاصيل بتاعت يومك. انا شخصيا بيبقى عندي مشاوير كتير باجلها بسبب القعده في العيادات وانتظار الدور. دي حقيقه يا ربي. كلنا يعني كلنا ما بنحبش ان احنا ننتظر في اي عياده، فطبعا انت دلوقتي بتكسب وقت وبتكسب انه الفريق الطبي بيتابع معاك يعني اسبوع باسبوع. ده غير كمان انه الكورس النهارده زي ما قلت لكم انا باخد كبسولات ونقط واعشاب هيكفوني لمده شهر، وكبسولات ونقط واعشاب هيكفوني الشهر الثاني، ومعايا اربع امبولات الحرق، ودول مهمين جدا، لان بالنسبه لي الامبول الواحد بينزلني في الاسبوع من 3 ل 5 كيلو على حسب استجابه جسمي. بالاضافه بقى للهديه الاخيره الفظيعه اللي طبعا كل البنات اللي عايزين بقى نضاره وتوريد وشد وخدودنا تبقى كده حلوه وشكلها جميل، يبقى كريم الهايلورونيك اسيد اللي معايا النهارده. الله، ولا وشك بقى هيبان عليه ان انت بتخسي ومجهده، ولا وشك هيترهل، ولا كل اللي يشوفك تعبانه. بالعكس، ده الكريم ده لوحده بدي نضاره وحيويه، دي حقيقه هتحلوي. ليه بقى؟ مش هيقول لك كده، بالعكس انت هتحلوي صح، يعني هنخس ويبقى شكلنا حلو. ليه بقى دايما بحب في الكورس القوي ده اللي معاه الحقن انزل بكريم الهايلورونيك اسيد؟ لانه عشان الناس اللي شفنا بتفرج علينا كلنا لازم نفهم انه الهايلورونيك اسيد دي ماده طبيعيه اصلا موجوده جوه جسمنا. أيوة. تمام. بتعمل ايه قصتها؟ هي بتمتص كميه كبيره جدا من الميه، فتفضل تخلي الجلد مشدود وفي نضاره وفي كده يعني زي ما بيقولوا حيويه. يقول لك انت مالك شكلك نضر وحيوي كده ليه؟ علشان كريم الهايلورونيك اسيد. طبعا كلنا بنسمع عن حقن الفيلرز اللي بتكون موجوده في العيادات، فطبعا هي التكلفه بتاعتها بتكون عاليه جدا، واحسن حاجه ان احنا نستخدم كريم الهايلورونيك اسيد، لانه طبعا تكلفته لا تقارن بتكلفه الحاجات اللي بتتعمل في العيادات، وامن ومش بيتشكشك بقى بالظبط كده، ولا حقن ولا اي حاجه. أيوة. وكمان بيعمل زي ما قلت لكم نضاره عاليه جدا. يعني انا النهارده مقدمه لك 11 منتج بسعر 3 منتجات، التوصيل مجانا، متابعه مجانيه مع فريق الطبي. ابدئي من دلوقتي وخدي القرار واتصلي على ارقام التواصل اللي ظاهره قدامك على الشاشه، علشان يا جماعه عايزين نشوف برضو الصفحه يا جماعه بتاعتنا، يلا بينا اتش ار فارما مع ارقام التواصل دي، علشان اللي عايز يطلب المنتجات زي ما اتكلمنا عليها النهارده يقدر ياخدها سكرين الشاشه بالارقام معانا اهي على الشاشه. دي الصفحه الوحيده لاتش ار فارما يا جماعه، ما عندناش صفحه بديله. والناس ارقام التواصل في حاجه مهمه بقى عايزه اقولها، السر استني ما اقولها لهم. ايمان وانا مش ولا 30 سنه إيمان ولا انا وايمان والدكتوره شذا وكلنا عندنا 30 سنه شله ايمان 30 سنه. ايه الحاجه المهمه بقى؟ حاجه مهمه بقى عايزه اوصلها رساله كده من خلال برنامج الشيف ايمان القمر الحلوه دي، انه ناس كتير جدا بتبعت لنا انه بيكون في ناس واخدين الصور بتاعتنا او الفيديوز بتاعتنا بيروجوا ليها على السوشيال ميديا. احنا ليس لنا اي صفحات اخرى غير اتش ار فارما على الفيسبوك، وكل الشغل بتاعنا بننزله على صفحه اتش ار فارما على الفيسبوك. اي حاجه ارقام التليفونات اللي موجوده بالظبط كده، دي أنا حقيقه. يا جماعه بتعمل معايا لعبه ان فيديوهاتي تتسرق
ويتحط عليها منتجات تانية انا ما اعرفش عنها اي حاجه، وتبقى شبيهه لنفس الحاجه اللي هم بيتكلموا عنها بس انا ما اعرفهاش، وبتبقى حاجه فيك. الصفحه قدامكم هياخدوها سكرين، والامن من اي حاجه كمان ارقام التليفونات، مش هيعرفوا يلعبوا فيها ولا ينصبوا ولا يقلدوها ولا يفيكوها خالص. ارقام التليفونات اللي ظاهره على الشاشه كلها اتصالات تليفونيه شغاله، واتساب شغال، الصفحات الصفحه بتاعه الفيسبوك اتش ار فارما برضو التواصل من خلال الرسائل الصفحه برضو كل الفريق الطبي بيرد عليها. عندكم اكتر من طريقه تقدروا توصلوا بيها علشان الناس اللي بتقعد تقول الارقام ممكن تكون مشغوله او كده، واتساب لو شغال. الرقم مشغول او ما ردوش هما بيرجعوا بس الامن كمان ان تسيبي رساله على الواتساب. ولو عايزين تعرفوا النهارده يعني السعر الخيالي الاقتصادي بتاع الكورس اللي انتوا هتاخدوه النهارده، انتوا كده كده هتدفعوا 8 3 منتجات بس بمناسبه راس السنه. بالظبط كده، بدايه جديده للسنه، احنا في الشتاء نستغل ان احنا ننزل في الوزن. الكورس معايا النهارده هيقدر ينزلك من 30 ل 40 كيلو في 60 يوم، وده بيكون على حسب حالتك الصحيه، وزنك وطولك وجسمك، معدل حرقه يقدر يوصل لحد فين، والسن، وحاجات كتيره قوي وعوامل كتيره جدا بتختلف من شخص للتاني. أكيد. عشان ما ينفعش ان احنا نقارن نفسنا او نقارن جسمنا أو باي حد نفس الحاجة. خالص. أيوة. خالص. انا عندي الكبسولات هتعمل لي تكميم طبيعي للمعده عن طريق ان الكبسولات بتنفش جوه في معدتي، تعمل لي كتله جيلاتينيه. عندي كمان النقط بتعلي لي معدل الحرق 4 أضعاف اصلا ما جسمي عليه. عندي كمان مستخلصات الكافيين والقهوه الخضراء موجوده في الكورس، وعندي الاعشاب. اساليني انا دلوقتي لما معدل الحرق عندي يعلى، اصل انا الحاجات دي شفتها في منتجات تانية وجربتها، معدل الحرق عندي عالي 4 أضعاف. ده مش هيخليني حرانه زهقانه متوتره متعصبه خالص خالص. انا بعلي معدل الحرق للجسم بشكل تدريجي، دي اول حاجه. تاني حاجه بشكل امن وطبيعي عن طريق مواد فعاله طبيعيه وامنه 100%. الاهم من ده كله انه الكورسات بتاعتنا كلها مرخصه من وزارة الصحة المصريه، فانت هتاخدي حاجه امنه. فعشان كده انا بقول لك انت هتقلي في الوزن بشكل تدريجي بشكل طبيعي، هتعلي معدل الحرق بشكل كويس جدا وبشكل امن مع الكورس بتاع النهارده. حلو قوي. تعالوا كده ناخد صور قبل وبعد ونشوف ناس خدت الكورس معانا من اتش ار فارما وقدرت ان هي تخس وتغير شكلها. يا ربي على الفرق الرهيب. بصي بقى، الحاله اللي معانا دي كانت عندها مشكله اضطرابات هرمونيه، وكمان كان عندها مقاومه انسولين. الحاجتين دول من اكتر الحاجات الشائعه اللي بتقابل بنات كتير جدا، ان انا يكون عندي ايه، عندي اضطرابات في الهرمونات، او كمان اضطرابات الهرمونيه دي اوقات كتير جدا بتزود يعني حجم حجم الوسط، يعني بتخلي مقاومه الانسولين برده بتيجي في الوسط. فلو نلاحظ ان هي كانت في الصوره اللي هي كانت مليانه فيها، كان عندها الجزء السفلي بطن ارداف فخاد كلها مليانه. شايفه بقى لما خست 35 كيلو بالظبط في شهرين ونص. رفعت البلوزه وايديا خالص خلاص بقى انا خاسه وبقى عندي انا مانيكان. انا مانيكان ومحدش قال. كانت الاول لابسه لبس طويل عشان يداري كل حاجه، دلوقتي يعني دي حقيقه. دايما اكتر كلمه سمعناها منها لما الحاله دي بالذات لما نزلت في الوزن، قالت لك انا يعني سني صغير، عندي 27 سنه، الناس كانت بتفكر ان انا عندي 50 سنه. لما خسيت رجعت الشكل الطبيعي، رجعت صغيرة أصغر من سني، بشرتي كويسة، شعري تمام، مفيش ترهلات في الجلد، الوسط منحوت، الدهون متوزعة بطريقة صح وكويسة، ونزلت والدهون كلها اتكسرت، والدهون العنيدة اللي موجودة في البطن والأرداف والمنطقة اللي هي الوسط كلها اتكسرت واتفتتت وخلاص، هي تخلصت منها تماما وبقت بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. وزي ما قلتلك هي نزلت في شهرين ونص، فدي حاجة ممتازة جدا. قياسي ووقت قياسي جدا جدا، والشكل باين، يعني الشكل باين معانا بالظبط. يعني دلوقتي احنا بنشتغل على حاجات مهمه جدا، بنشتغل على ان انا مش هحرمك من الاكل، هنزلك الوزن اللي انت عايزاه في وقت قياسي جدا، هتخسي من غير ما تحسي ان انت محرومه من الاكل او ان انت في حد حرمك. اول اسبوع بس، اول اسبوع تجربه مع الكورس 5 كيلو، هتحسي ان انت متحمسه موت، او ان انت طبعاً متحمس موت انت هتبدا. لما بطلع على الميزان اول اسبوع الاقي نفسي نازل 3 كيلو 4 كيلو 5 كيلو،
يعني كل واحد طبعا حسب جسمه زي ما بقول، دي حاجه بتدي دفعه اللي هو لا ده انا هكمل هكمل عشان اشوف اكتر واكتر واكتر واوصل للي انا عايزه. الكورس النهارده عشان الناس تبقى مركزه وعارفه هي هتاخد ايه، انتوا هيوصلكوا كورس فيه 11 منتج، ال 11 منتج عباره عن كبسولات ونقط واعشاب هيكفوني لمده شهر، وكبسولات ونقط واعشاب هيكفوني شهر تاني، اربع امبولات حر، وكمان كريم الهايلورونيك اسيد اللي اتكلمنا عليه، وهتدفعوا ثمن ثلاث منتجات فقط، الشحن مجانا والمتابعه مجانيه مع اخصائيين التغذيه. اظن مفيش اجمل من كده، والاجمل من ده كله ان احنا هناكل كل ده وما بتتخنش. تعالي معايا كده يا رب اشوفكم انتوا بقى في حلقه جديده ان شاء الله، وانا ودكتوره شذى هناكل اللي احنا عملناه. اقعدوا بالعافيه، باي باي.